بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، أسعد الله أوقاتكم. هذه هي المحاضرة الخامسة في السلسلة المصورة لمادة Special Topics in Computer Science، مواضيع خاصة في علم الحاسوب، وموضوعنا دائما هو Data Mining، ألا وهو تنقيب البيانات. وسأتناول إن شاء الله في هذه المحاضرة وأكمل موضوع البروكسيميتي ميجرز، وكنا قد درسنا سابقا في محاضرات سابقة البروكسيميتي ميجرز عندما تكون الاتريبيوتس من نوع باينري، أو إذا كانت نومينال أو أوردينال أو نيوميريك. واليوم سنأخذ إن شاء الله مثال بحيث يجمع هذه الأنواع بعضها مع بعض، ونرى كيفية حساب الـ Overall Dissimilarity Matrix. أرجو المتابعة والتركيز، وأتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله.